ناكل لحم، وإذا جوعنا ندخل السعودية، إذا جوعنا ندخل المملكة العربية السعودية. أنا أقول الله يعافيك وجبتك اليوم الله اكبر وجبتك الثالث ارنب الله اكبر وجبتك الرابع عقرب واذا جوعنا ندخل السعوديه العن الشيطان العن الشيطان العن الشيطان العن الشيطان وقعد في مكانك لا تحاول بأي حاجة تبتلينا ابشم ابشم قبل ما نقطع لشانك الله أكبر كيف تجرى علينا الله أكبر كيف تجرى علينا حن هال العجال يا تشمع بدانك شرطانة مساكم أمن وأمان اليوم التغطية مع قوات الأمن الخاصة تغطي أفخر بها أبناء الوطن ونقول للأعداء العن الشيطان وقعد في مكانك لا تحاول بأي حاجة تبتلينا أبزم أبزم قبل ما نقطع لسانك الله أكبر كيف تجرى علينا الله أكبر كيف تجرى علينا العن الشيطان العن الشيطان العن الشيطان العن الشيطان وقعد في مكانك لا تحاول بأي حاجة تبتلينا ابشم ابشم قبل ما نقطع لشانك الله أكبر كيف تجرى علينا الله أكبر كيف تجرى علينا حن هال العجال يا تشمع بدانك شرطانتنا تجعل القاشي يلينا يا وطن نعصب الغفلة عشان كل بينا دون حدك كل بينا ابن شعود محشوم كيانك لا يهمك ما يقول ابن الذين لا يهمك ما يقول ابن الذين اسمي يا براق والرعد سراري والبلدك القصيرة نشريها ما كفن عليه شكري وعرفاني عند ربع جمال الله مشاعيها عند ربع شنها عندنا شانش جحافل وجحافل جحافل وجحافل لا يرون إلا صنعاء عينهم نحو صنعاء أسود ضارية يهزون الأرض صاعقة صاعقة يا عفاش صاعقة يا حوثي كل دم تطلق الوجه راقيها من بني عم الهلا الشيث شباب لابتم تخضعون لا لواليها شب الحال صباح الخير صباح العسل رايح يطح المهمة ثان ان شاء الله اشوفكم في الجنة يا كريم يا رب والله يوديكم مثلا يا الله يوديكم وصلنا يا رجال خلاص وصلنا وكمل المهمة الله يسعدك يا خاوي ويدع كل ميجاني طيب الله فالم الهوية خاويها يوم بقعك اللحات قاشي وداني فوز من قلب وشاعر يقول ما تعرف خواك إلا إذا مسكت أنت فيها خط لا في ذنب يقول ما تعرف خواك لا قد قدح الرصاص فوق ماسك وراسه أبشركم طهرنا تقريبا أكثر من 70% ودعونا باقي وراكم شكرا